حبيبتي، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانكم كتقضيو اوقات جد ممتعه في هذا الفصل ديال الصيف. حبيبات ديالي، اليوم جيت لكم بواحد تشيزكيك غزال صحي الخاص بالدايت سيتوجين، يعني دايت الكيتو، ريجيم الكيتو. شنو كنحتاج فيه؟ كنحتاج فيه القشده الطريه اللي كتطلع، يعني حنا عندنا هذه ديال اسبانيا بارامونتار، يعني اللي كتطلع كتخدم. عندي جبن كريمي كما بغيتو، يكون عندكم جبن كريمي اللي بغيتو. عندي فيه هنايا يمكن شحال فيه الغرام البنات، اش غادي نقول لكم؟ يمكن 250 غرام، يمكن واه 250 غرام. رابعه، وعندي 3 كيسان ديال بودره اللوز، عندي جوج طحنتو انا بقشورو وواحد بلا قشره، كنشريها بودغ هكا البنات، راه كتباركو كعارفينو موجود في الاسواق. عندي كاس معمرش ديال الزبده مع زيت الكوك مذوبين مع بعضياتهم. الزبده البنات اللي كندير هذه، ها هي هذه مبسطره، كنشريها من مرجانه البنات، ماشي غاليه بزاف، المهم بلديه. اذا شنو غادي نديرو؟ اول شيء غادي نبداو به، غادي نبداو ب نديرو لا بودغ داموند هنايا. انا غادي ندير غير جوج كيسان وغادي نشوف شحال غادي يعطيوني، حيت انا عندي المول صغير البنات، انا جبت 3، قلت ربما نحتاج 3، ربما نحتاج غير جوج، دونك انا خويت جوج كيسان، غادي نجرب وديك الساعه البنات نشوف شحال غياخذ لي في المول ديالي. غادي نخلط، كنظن غير هاد الجوج حيت انا عندي المول صغير، ما بغيتش ندير بزاف ديال التشيز كيك، حنا غير جوج بينا اللي غناكلو هادي عبر السيمانه طبيعه الحال، ماشي عبر في نهار ولا يومين. اذا غنبقى نفرغ فيه بشويه بشويه البنات الزبده ونخلط حتى تجمع لي مزيان الزبده والزيت الكوك كما قلت لكم، لان هذا الشيء اللي كيمشي في هاد الدايت هادي. ما كنديروش الويل دو طابل، لا كنديرو غير زيت الكوك، اللي عنده اللي ما عندوش يدير الزبده بلديه، حيت هذه الزبده بلديه. هذا الشيء اللي خدا لي هاد جوج كيسان البنات، صافي ما بغيتش نكثر فيه، يجي ميدم بزاف، اما هو راه صحي يعني خصو يكون ميدم بزاف لهاد الريجيم، خصو يكون ميدم. كتعرفوا بان هاد الريجيم ديجا قلت لكم كيعتمد على الدهنيات اكثر. هانتوما معايا حبيباتي. اذا حبيباتي ما درتش، درت جوج كيسان ها هي، ودرت غير شغيمه ديال الزيت، غادي نخليها ما نضيعهاش بعد الحال، غادي نطيب بها، انا كنطيب بها. غادي ناخذ هاد لاباط ديالي وغادي نسرحها، غادي نسرحها هي اللي تكون هنا لتحت، سرحها مزيان تاخذ كاع لا سيرفاس التحتانيه ديال المول ديالي. المول ديالي غير صغيره البنات، صغير بكت كياخذ بزاف ديال المحتويات. صافي اذا غادي نطلقو مزيان بالمعلقه باش ياخذ الحجم وياخذ الشكل. اذا دابا غادي ندير نخلي هذا في الثلاجه يبرد، من بعد غادي نرجع بعد ما نمونطي لا كريم ديالي، القشده الطريه ديالي مع الجبن ديالي. ما نديرش هذاك الشيء كامل، مي غادي ندير قياسي. اوكي هانتوما معايا. اذا حبيباتي درت بريسك النص ديال هاد الباكيه، ودابا راني غادي نمونطيها البنات، ومن بعد باش ما نصدعكمش بزاف غادي ديك الساعه نرجع عندكم. اوكي هانتوما معايا البنات، غادي نزيد لها جوج معالق ديال ستيفيا، هذا هو السكر اللي كندير البنات، غادي ندير لها جوج معالق، نسيت ما قلتها لكمش، غادي نخدمها باش تجي حلوه ديك الساعه، الحلاوه عيني ميزانية البنات. اوكي راه موجوده في الاسواق. اذا هانتوما معايا تنمونطيها ونرجع لكم. يلا حبيباتي
البنات من بعد ما مونطيت لا كريم فريش، درت نص ديال الباكيه ديال هذا الجبن ديال هذا الفرماج، خدمتو مع شويه ديال الحليب، درت فيه واحد فلان حيت ما عنديش جيلاتين، هانتوما درت غير النص، وسميتو زدتلو النكهه ديال القهوه حيت انا كيعجبني النكهه ديال القهوه. دابا كنخلط صافي البنات، ها عطاني بزاف تبارك الله، دونك غادي نديرو شويه في الكونجيلاتور يقصح حيت ما عنديش جيلاتين، درت فلان ايديال صافي، درت له النكهه ديال القهوه صافي، خلطته خدمته مزيان. دابا غادي نديرو في الفريغو واحد 3 ساعات، من بعد غادي يكون جاهز، 4 ساعات يكون جاهز للاستعمال صافي البنات. يلا من بعد ما يوجد غادي نوري لكم، من بعد ما يبرد البنات غادي نوري لكم. ها هو التكستور ديالو، هانتوما شوفوا، يلا هانتوما معايا. ودابا البنات غادي نخويه في على الكيك، على لا باز ديال الكيك، وغنديرو في الكونجيلاتور البنات. من بعد ما يوجد البنات غادي نوريه لكم، اوكي يلا هانتوما معايا، هانتوما شوفوا كي جا. اذا غادي ندير له هكا، نعدلو لا سيرفاس ديالو مزيان صافي، وغنديرو في الثلاجه في الكونجيلاتور، نغطيه بلاستيك اليمونتير وغنديرو في الكونجيلاتور لمده 4 ساعات ولا يبات، وحيت غادي يوجد البنات غادي نوريه لكم. يلا حبيباتي هانتوما معايا حبيباتي، ها هو تشيز كيك ديالنا سيتوجين، وجد الحبيبات ديالي جا غزال غزال، وبنين وبنين غير في المنظر ديالو، مازال ما دقتوش، مازال ما دقتوش، هانتوما كي جاكم، ها صغيور وغزال، وهذا خاص بالريجيم الكيتوني، يعني اللي كيدير الريجيم كيتوني هذا خاص به، يعني واخا تاكليه ما فيهش الكالوري، يعني بالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم سيتوجين، اللي ما كيديروهش راه حتى هو فيه الكالوريات، واللي عنده عادي هانيه اللي عنده عادي هانيه. بسم الله، حنا غادي نقطع لكم واحد الطروسو، انتما غادي تشوفوا او زوين زوينتو، ندير له هكا يس، ها انتم البنات غزال غير بلا كريم، هاك شفتو جا زوين. دابا غادي نذوقوه، او عزيزتي دابا غادي نذوقو، غزال البنات، اللي كتوحم تسمح لي مسكينه حقها في الجنه، وحتى نتوما حقكم في الجنه. يلا حبيباتي مع السلامه.